اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده من جيمر بالعربي. النهارده معايا لعبه سماشينج 4. زي ما شايف عزيزي المشاهد، انا زيك بالظبط لسه ببتدي بجرب اللعبه معاك عزيزي المشاهد. خلينا نكتشف مع بعض اللعبه بتتكلم عن ايه. هنا في اور انلوك 3 2 1. ماشي، جول كاركتر هيروز، علي الليفل، ابجريد. تمام، 50% من الفكره بدات تبقى واضحه. تمام، بدا يتضح 50% من فكره اللعبه. هنقول له ايه؟ تيست. ماي نيم از بلا 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 باتل. ماشي، ايه نظام الباتل؟ تمام، انا معايا كاركتر، هو معاه كاركتر، الكاركتر بنعمل لها ابجريد طبعا، ليفل 1 2 3، كل ما يكون ليفل اعلى يكون اقوى. نظام حلبه 4 قصاد 4، بنبتدي بالدور، هو بيلعب دور وانا دور، كل واحد دور، وكل شخصيه بتلعب دور، ما ينفعش تختار شخصيه معينه. ده زي نظام انجري بيرد كده، بتشد الشخصيه زي البلياردو. نفتح الجوهره دي كده نشوف جواها ايه. جواها او هيرو جداد كومون، هيبقى الكومون ده اللي هو الشائع، مش عارف ايه 2 ل 5، دي من 2 ل 5، والرير هاخد ورقه نادره. فخلينا نعمل اوبن وهناخد جولد، يعني 21 جولد. وده اللي هو ايه ده، الرير ده ولا الكومون؟ كومون. وده الرير بقى، بلادن. حلو بلادن ده. ندخل بقى على النيو هيرو ونبدا ان احنا بقى نضيف اهو. هنعمل ابجريد لمين؟ لده ليفل 2، زود بقى الدمج ويزود الهيلث والسرعه والكلام والوزن. 100 100، والله والله عظمه عظمه. طب انا دلوقتي معايا ده اللي هو الجديد يوزد، هنستخدمه بقى هنا مكان مين؟ هنستخدمه مكان ده. حلو كده، دي المجموعة ايه؟ دي المجموعة بتاعتي. طبعا ممكن تعمل مجموعتين ثلاثة، تبقى تظبط ايه المجاميع بتاعتك. ماشي، خلينا بقى ندخل الباتل. يلا، اللعبة كلها اونلاين، اعتقد اللعبة اونلاين، اللعبة كلها اونلاين يا باشا. ده هما ليفل 2 2 2 2، ده كله ليفل 2 وانا عندي 2 بس ليفل 2. ده بيتهيألي هو كده هيهزمني.
بيديله جدع جدع. لو حد قريب مني بيديله على طول من نفسه. طب انا هلعب ازاي؟ كويس اوف. لا الجيم ده بتاعنا، الجيم ده بتاعنا. حلو، باي باي. فاضل له اتنين. اثنين، باي باي. مش فاضل غير واحد. ممكن يوقع لي. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ خد دي، اديها له، اديها له. باي باي. لا جيم جامد، جيم جامد، ولعبة فكرتها جامدة. برضو جواهر. تمام شباب، خلونا نضيع ال 17 جوهره اللي معانا دول ونفتح الباك دي برضو. جولد وكومون برضو. تمام، في ابجريد؟ مش ابجريد. لا في، ايوه كده، ليفل 3. ليفل 3 بقى ده يعلي الاتاك، يعلي الدمج ويعلي الهيلث. بيعمل سيرش طبعا اونلاين ويدخلني مع حد اونلاين. حلوه دي. لعبة حلوة جدا يا شباب، فكرتها جامدة جدا. انجري بيرد برضو عملوا منها نفس الفكرة بالظبط بالكاركتر بتاعت انجري بيرد. كانت لعبة مبدعة جدا وفي منتهى الجمال، فكرتها هايلة وبسيطة. اللعبة بسيطة، كل اللي عليك ان انت بس تجمع هيرو وتعملها ابجريد وتكون تيم وتدخل تلعب اونلاين. طبعا عزيزي المشاهد هسيب لك اللينك في الديسكربشن، جربها وحملها ان شاء الله تعجبك. اهم حاجة صبعك يروح على اللايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر التنبيهات. بص في الصفحات اللي فاتت، شارك حلقة لاصحابك، وتستنى حلقة جديدة من جيمر بالعربي. مع السلامة.